عسل محاش. في رمضان لبس عليك؟ الحمد لله. تسكن في الجبل لوحدك؟ وحدي. كيف عامل في سيدي رمضان؟ يعني كتشوف قاعد بالك وزمي نعم نعم ربي به رضي بي. الحاجة لبس هاي تعبة برشا. مريض علي هيك مريض. قديش عندها هكا تعيش؟ ها؟ قديش عندها مريضة الحاجة هكا؟ عندها في تو قريب العام. في الحالة هذه؟ في الحالة هذه. هي وشكون لاهي بيكم؟ لاهبين المولى شنون لاهبين؟ شكون لاهبين؟ شكون يطيب لك الماء؟ هاي الأحباب، ما عندي طفلة عندي الأحباب، هذا حويجي هذا حويجي بدلة من بدلة متعشين، شنعم؟ شنو اسمها البلاصة هذي؟ ها؟ شنو هي اسمها البلاصة هذي؟ ولا سلام. يا حاج ساكن في كوخ في الجبل، قداش عندك هك؟ ها؟ أنا شنعم؟ قداش من عام تسكن في الكوخ؟ 40. ودارك الأخرى وين؟ وين كنت تسكن قبل؟ نسكن في كنت في نجمة خلاص نخدم على روحي، كنت صحيح كان معي الوليد، الوليد توفى تعرف الكنار فينا إذا وين يروحنا لهني هنا قاعدين برك لهنا. الكوخ هذا؟ الكوخ هذا. السخانة هذه يا حاج 42 حاجة مريضة برشا تاعي، معناتها في السخانة هذي كيفاش تقعد؟ برشا. اش نعرف علاش ما هزتهاش للطبيب؟ انا مش نهزها، انا نحاول فيها قلت ما ثماش فلوس هاي اللي قاعد يكبر. يا حاج تعبة برشا، معناتها ما فماش فلوس ما تهزهاش؟ ما كانش اللي نهزها، اش نعمل؟ بالجواب عندي جواب هاو. هكا هاو. نعمل رن. سي كيفاش تعمل في السخانة؟ وريني السقف سامحني، وريني السقف حمدي بالكاميرا، كيفاش تعمل في السخانة هكا؟ اش نعمل؟ ولدي اش نعمل هوني؟ فرنا فاشتا هي برد فرنا فالسخانة فالسخانة يسخن، اش نعمل؟ نبتوش بهمال، هذا القطور اللي عطاونا المولى مرضوية. نروش نسرقوش نمشوش، هاي ما بش، هي حتى أنا مريضة كاكا أحسن من هي فيها شوي. ماني في الحالة. من وقتاش بوكومك عايشين هكا؟ بويا وماما توفى خويا في الكنار. خاطر الناس ناس كيفاش توفى خو؟ خويا طاح في الكنار، كانوا سارحين عند واحد غلام، سارحين عند واحد باش ياكلوا الخبز. وطاح خويا توفى، مشينا نحنا من هنا توفى في مرني. جبناه من هنا. جبناه من هنا على أساس مش يعيش وكا مع هذاك هو نهار يعيش وبالكدا ونهار ما يلقوش. عندهم اختي صغيره تخدم عليه، نهار تلقى تمشي معايا تلقط 10,000 ونهار ما تلقى. سيدي رمضان كيفاش عاملين؟ في سيدي رمضان اللي جاب ربي. اللي جاب ربي. فما شويه الحم شويه غلط. لا والله ساعتنا ناخذ طريفه دجاج، ما نكذبش عليك ما نخلطش على اللحم على الوش. ناخذ شويه دجاج وياخذوا ناخذ لهم شويه دجاج معايا وفي البرك. خاطر ما نخلطش على حاجه اللي ما نجمهاش. راجل كبير ومراه كبيره كيما هكا معناتها في الوضعيه هذه والمراه معناتها مريضه برشا. سون كومونتير، ما يلزم حالة استعجالية كيما هكايا وهي في روحها ماهيش قادرة باش تقوم بروحها باش تقوم هذوما يشوفونهم حل ذي حالة اجتماعية يلزم راني ما عنديش راني مراقب يلزم شكون يتلهى بيهم ما عنديش باش نقيم وكان عندي باش نقيم نقيم راني الراجل متوفى لا يعلم بيا ربي ناخذ فاك الشريك الله غالب لا يوليه مرب ما عنديش بيش راني الناس تحن علي الناس تحن علي باش يكسولي ولادي راني ما عنديش راني مبيت على الوطا راني جيراني عطيتهم لي العبيد راني ما عنديش سي فايس وضعية كما هي كالعادة مأذية وضعية مأساوية إلى أبعد الحدود يعني يحاول كيفاش يطلب لهم الأمبيلونس خاصة المراي واضح اللي هي في حالة صحية متدهورة جدا المفروض شوفوا حل كيفاش وهو اضعف الايمان شوفوا يطلبوا لها امبيلونس يهزوها للمستشفى ثمش حل اخر كيفاش خليهم باش تولي نوصلوا لمرحله معناها تبدا العباد تموت هكاك عادي معناها عادي بالدرجه معناها